فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وحرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك دلالة على أن ترتيب السور كذلك هو من الله كما هو ترتيب الآيات؟ لا، ما يدل على هذا. ترتيب غير معرفة نهاية السورة وبداية السورة التي بعدها، هذا ما يعني الترتيب، ما يعني الترتيب، ولكن هذا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السور، وإنما هي آية مستقلة لفصل ما بين السور، هذا المطلوب هنا. وأما ترتيب السور فهذا محل خلاف، منهم من يقول أنه توقيفي، والجمهور على أنه غير توقيفي وأنه من اجتهاد الصحابة، فلهذا تنوعت مصاحف الصحابة في ترتيبها، ولو كان هذا أمرا توقيفيا ما اختلفت مصاحف الصحابة في ترتيب السور. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.